لاعب ممتازة جدا بلمسة. في الكرة الماضية ليسجل هدفا كان من صناعة الفقي، ولعب إجروتان ورجعت الفقي للمرة الثانية. هنا الفقي تجاوز دفاع الرجاء ورط دفاع الرجاء بكرة توفيق إجروتان اللي كانت كي لما كان غارق علي أنس زنيتي زاوية تزيد فضل أنه يرجع الكرة للفقي الذي ارتقى فوق الجميع. في الجولة الثانية من هذه المباراة لعبات الكرة بن حليب، يا بن حليب، بن حليب حضر هذا الهدف على نار. هنا الكرة لعبها بشكل ممتاز جدا طوبيو كوليبالي، خلى محمود بن حليب لوحده، ولما تخلي لحليب لوحده في منطقة الجزاء انتظر الطوفان، طوفان رجاوي في مدرجات المجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله.